بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن حمد الخليفة نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق الختامي لموسم السباقات 2022-2023. وأقيم السباق على كأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة وكأس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري وكأس مؤسسة الأيام للنشر وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصغير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة بتقديم كأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة. فيما قدم سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الخليفة كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة. فيما قام سمو الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة بتقديم كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة للشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف البعينين. كما قدم سموه كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة للشوط السادس إلى سمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان الخليفة. فيما قدم السيد نجيب يعقوب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيام للنشر كأس مؤسسة الأيام إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم. كما قدم السيد عيسى الشيجي رئيس تحرير صحيفة الأيام كأس الشوط السابع إلى خالد الهرمس. فيما قدم السيد مازم محمد مطر العضو المنتدب لشركة أسري كأس أسري إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة.